يتعلق بالسؤال الذي يهم يعني مجريات المحاكمة المتعلقة بأحداث الحسيمة. هنا أؤكد ما صرح به سيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حيث أن القضاء له الأطر القانونية والمؤسساتية التي تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية، بالتالي عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة في البحث في هذه المعطيات والتحري فيها والوصول إلى الحقيقة، باعتبار أن الملفات التي تكون معروضة عند القضاء أو معروضة على القضاء فإن القضاء وحده يتحمل المسؤولية في كشف حقيقة الادعاءات وترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك. فيما يتعلق ب حول سؤال البرلمانيتين من هولندا، أولا زاروا بلدنا، كانت لهم لقاءات سواء هنا في الرباط في فاس. ما أود التأكيد عليه، ونتحدث في هذا الموضوع مع سيد وزير الداخلية، لم يكن هنالك أي منع بالنسبة إلينا، لم يصدر أي قرار بالمنع. وبالنسبة يعني إلي هذا التأكيد حتى يعني نقطع الطريق على أي تصريحات تحاول إثارة أمور غير صحيحة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.